فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: هكذا جاء عن السلف. فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب بإسناده عن أبي شهاب الحناط: حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: من ولد في الإسلام فهو عربي. وهذا الذي يروى عن أبي جعفر لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب واعتاد خطابها، هكذا كان الأمر. هذا الأثر: من ولد في الإسلام فهو عربي، يعني من ولد في دار الإسلام فهو عربي. وقد سبق لنا أن ضابط العربي من كان عربيا في الدار أو في اللسان، في الدار أو في اللسان أو في النسب، أو في النسب. فإذا حصل على إحدى هذه الخصال فهو عربي، إما أن يكون عربيا باللسان فقط، وإما أن يكون عربيا في الدار فقط، وإما أن يكون عربيا في النسب فقط، وإما أن يجمع بين الثلاثة. نعم. قال: وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين النوبختي حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا محمد بن حرب النشائي حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: من تكلم بالعربية فهو عربي، ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي، هكذا فيه، وأظنه من أدرك له أبوان. نعم، هو كما سبق أن من تكلم باللسان العربي فهو عربي ولو كان في الأصل عجميا، ومن كان له أبوان في الإسلام فهو عربي. وهذا هو النسب، هذا هو النسب. نعم. فالعربية تتكون من ثلاثة أشياء: النسب أو اللغة أو الدار. فمن أدرك أبوين في الإسلام، يعني أبوه وأمه من العرب، فهو عربي، فهو من العرب. وهذا الأخير فيه نظر، هذا الأخير فيه نظر، لأن من تكلم بالعربية فهو عربي ولو لم يكن أبواه عربيين. نعم. قال: فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان. نعم. وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية، يعني علقت العربية فيه بمجرد اللسان، هذا معلوم. نعم. وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية يدرك العربية، يدرك له. نعم. أبوان. نعم. هل يعني هل إذا قلنا إن العربية تكون بالنسب فما هو ضابط النسب؟ قال: من كان أبواه مسلمين عربيان، من كان أبواه عربيان فهو عربي ولو لم يكون عربيين في الأصل لكن تعرب. نعم. نعم. قال: وقد يحتج بهذا، وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ليس كفءا لمن له أبوان في ذلك وإن اشتركا في العجمية والعتاقة. في مذهب أبي حنيفة في الكفاءة في النكاح، الكفاءة في النكاح، لأن من شروط النكاح الكفاءة في النسب. وأبو حنيفة يقول: لا يكون نسيبا إلا إذا كان أبواه عربيان، إلا إذا كان أبواه عربيان، أخذا من هذا الأثر. ولكن هذا الأثر فيه نظر كما سبق. نعم. قال: ومذهب أبي يوسف ذو الأب كذي الأبوين. ومذهب أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة أنه يكفي أب واحد، فمن كان أحد أبويه عربيا فهو عربي. نعم. ومذهب الشافعي وأحمد لا عبرة بذلك، نص عليه أحمد، لا عبرة بالأبوين، وإنما يكون عربيا إما بالنسب وإما باللغة وإما بالدار، إما باللغة وإما بالدار، وإما بالدار.